القوانين لابد منها لتنظيم أمور الدولة وتدبير شؤونها، لكن توجد في كثير من دول العالم قوانين غريبة فرضتها لأسباب غريبة وقد يبدو بعضها بلا تفسير. حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 2005 بأنه ليس من مهام الشرطة في الولايات المتحدة حماية المواطنين، إنما تنفيذ القانون فقط. الولايات المتحدة ودولة أخرى هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا تمنح إجازة أمومة مدفوعة. يجبر أفراد الشرطة في تايلاند على لبس شارة يد هلو كيتي إذا لم يلتزموا بالقوانين أو يقوموا بواجباتهم. وفي إنجلترا يوجد قانون الأضواء والذي يمنع جارك من بناء أي شيء قد يحرمك من الإضاءة. يصبح المهاجرون غير الشرعيون في الولايات المتحدة مواطنين إن تعرضوا لجرائم حقيقية، وقد تم تشريع القانون كي يقوم المهاجر بمساعدة السلطات على حل المشاكل. تفرض البرازيل ضريبة قيمتها 160% على ألعاب الفيديو بسبب قوانين قديمة تعتبرها مقامرة. تم تغيير قانون عمالة الأطفال في إنجلترا 2000 مرة من أجل تصوير فيلم هاري بوتر. في اليابان هناك قانون ميتابو الذي ينص على أن الرجال والنساء فوق سن 40 يجب ألا يزيد خصرهم عن 32 بوصة بما يعادل 81.28 سنتيمتر. لا يمكن للأستراليين أن يقوموا بتغيير المصابيح الكهربائية في المنزل، فإن لم يكن هناك أي كهربائي متخصص في المنزل لفعل ذلك فهذا يعد مخالف للقانون. الدمى التي ليس لديها وجوه بشرية غير قانونية للبيع في فرنسا. إذا كنت من محبي البطاطس البولندية فإنه من الأفضل ألا تعيش في بريطانيا. يقول القانون لا يجوز لأي شخص في سياق الأعمال التجارية استيراد البطاطس إلى بريطانيا وخاصة إن كانت بولندية. لا أحد يلزمك بدفع ثمن طعامك في المطاعم الدنماركية إلا إذا قمت بتناول الوجبة بالكامل. الأطفال بسن 15 عام وأكبر في بنغلاديش من الممكن أن يواجهوا عقوبة السجن عند الغش في الامتحانات النهائية. وفي سنغافورة مضغ أو بيع العلكة غير الطبية هي جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 1000 دولار، وإذا تم إمساكك مرة أخرى فإن عليك تنظيف منطقة عامة في المدينة لمدة يوم كامل.